السيدة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيد رئيس الاتحادية الموريتانية عميني، السيد رئيس الاتحادية الموريتانية لمعالجة المخلفات التعدين الأهلي، السيد رئيس مجلس الشباب الرائدين المعدنيين، السيد مدير عام شركة معادن، أيها السيدات والسادة، سادة ممثلي قطاع الدبلوماسي في موريتانيا، السلام عليكم ورحمة الله جميعا. يشرفني أن أحضر معكم اليوم لانطلاق الميمونة لهذا اليوم التحسيسي والتشاوري والذي يهدف للتعريف بمقدرات قطاع وطني اقتصادي واجتماعي حيوي واعد ويناقش سبل ترقيته وتطويره. إنها مناسبة لتقديم جزيل الشكر للقيمين على تنظيم هذه الفعالية التي تعتبر فرصة ثمينة للتطرق للمساهمات الجليلة لقطاع التعدين شبه الصناعي، وكذلك لتشخيص العقبات والتحديات وكذلك الحلول التي تمكن بالنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحكومة الموريتانية. أيها السيدات والسادة، إنها فرصة لأتقدم بالتهنئة لقطاع التعدين بشقيه العمومي ممثلا في شركة معادن موريتانيا ومديرها العام الحاضر معنا، والخصوصي ممثلا في مستثمرين الخواص، وننوه بالنجاحات التي تحققت في مجال ضبط وتنظيم هذا القطاع وإشاعة روح التشاور المهني والتكامل بين مختلف الفاعلين، وفاء بالتعهد الذي قطعه على نفسه فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ قزواني. وقد حقق هذا التنظيم وهذا التشاور جهودا عديدة أثمرت مردودية اقتصادية واجتماعية عالية، وحققت مكاسب مهمة للرفع من الأداء وتحسينه والالتزام الصارم بنظم السلامة وحماية البيئة، ليثمر كل ذلك تجربة وطنية متكاملة ورائدة جعلت من قطاع التعدين شبه الصناعي مثالاً يحتذى به. ولم يكن ذلك كله ليتحقق إلا من خلال الارتباط الوثيق بين حلقات القطاع من التعدين التقليدي وشبه الصناعي، مما يستدعي عملية تكثيف التعاضد والتكامل بهذا الخصوص ضمانا للاستمرارية تلك المكاسب وصونها. كما لا يفوتني هنا وفي هذه المناسبة أن أسجل بكل فخر وارتياح تزميننا للخطوة المهمة والجبارة التي قامت بها الاتحادية بالتعاون مع مجلس القادة الشباب في مجال التعدين، والمتمثلة في توفير وظائف لعشرة من المهندسين الشباب العاطلين عن العمل، سيتم تشغيلهم في شركات عاملة في مجال التعدين شبه الصناعي، وسيواقعون اليوم إن شاء الله على عقود عملهم مع هذه الشركات. هنيئا لكم جميعا وهنيئا للشباب. إنها خطوة جليلة تعبر عن الحس الوطني والمهني لهذا القطاع وقدرته على استقبال واستيعاب كفاءات الوطنية وتناغمه مع السياسات الوطنية منبثقة عن التوجيهات السامية والكريمة لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ القزواني في مجال التشغيل والنهوض بقطاع التعدين بصفة عامة وشبه الصناعي بصفة خاصة. أيها السيدات والسادة، إننا ونحن نحضر اليوم معكم مع هذا الحضور المتنوع نجدد عزمنا مواصلة الدرب في تشجيع وتثمين مثل هذه المبادرات المهمة والمساهمة من موقعنا كوزارة في المضي قدما في توطيد أركان هذا الصرح الوطني وعدم ادخار أي جهد في تذليل العقبات المطروحة والتشاور مع مختلف الشركاء لنصل بها إلى الأهداف المشهودة. وإننا بتعاوننا جميعاً وسعينا لما فيه مصلحة الوطن والنهوض باقتصاده قادرون إن شاء الله على تحقيق الكثير من الأهداف وتجاوز العديد من العقبات
وها اليوم فرصة لنناقش كل ذلك ونبلور الحلول المطلوبة. والختام أشكركم جميعا وأشكر السيد الرئيس مجددا على هذه المبادرة. شكرا جزيلا.